الله خير. يسلمك. نهى الشريفي رئيس مهندسين زراعيين، الله يخليك. فاليوم هذا يعني برر وجودنا بالبستان وهذه الأجواء اللطيفة، شلون اختاريتي هذا المجال؟ الحقيقة كان يعني رغبتي الشخصية انه اروح على كلية الزراعة، نعم، والحمد لله لقيت المجال اللي اعمل به والاختصاص اللي اختاريته اني. نعم. اليوم انا رئيس مهندسين زراعيين اختصاص وقاية نبات. نعم. الحمد لله عملت الكثير من البحوث بهذا المجال، يعني مجال اختصاصي كوقاية مزروعات. نعم. وشاركت بمؤتمرات دولية ومؤتمرات على مستوى العراق. نعم. مجال الزراعة مجال بإبداع كثير. نعم. يعني اليوم حسيت نفسي أنه أنا لقيت نفسي بهواي أشياء بي. بالمجال العلمي، البحوث الزراعية، تطوير هذا المجال. نعم. أي. فإن شاء الله يعني عازمين على أكثر عمل بهذا الجانب الزراعي إن شاء الله تعالى، ولأجل خدمة بلدنا. الصراحة الواقع الزراعي اليوم يحتاج أكثر إبداع. نعم. يحتاج أكثر خدمة حتى على الأقل نوصل للمستوى اللي يرتقي بمحافظتنا، يعني في محافظة كربلاء. نعم. فأكيد هي منطقة زراعية وإحنا باعتبارنا مهندسين زراعيين في هذا المجال نبحث وين ما نلقى احتياج هذا الاختصاص. نعم. يعني أنا تخصصت بالمجال مكافحة المزروعات، عملت الكثير بهذا الأمر. نعم. استخدام المبيدات، أيضا صنعنا مبيدات جديدة الحمد لله حصلنا بها براءة اختراع ما شاء الله. باحثة في هذا المجال كثير، وأكثر شيء على النخيل. يعني تخصصت شوية، أخذت دقة بهذا الاختصاص. نعم. يعني آفات النخيل دائما تجين لهذا البستان؟ يعني كثير من البساتين مو بس هذا البستان. نعم. أي باعتبار احنا تدرين ست مجالنا انه احنا نطلع ميداني كمهندسين زراعيين. نعم. لأجل يعني شتي عايشة بهاي الأجواء انت مثلا بطفولتك كذا، تذكرين أجواء البساتين خصوصا يعني كربلاء النخيل والبساتين معروفين ببساتينها؟ الحقيقة أنا يعني صحيح من هاي العوائل، لكن أنا ما سكنت بالأراضي الزراعية. نعم. لكن كنت أحب هذا العمل. أي بحيث حتى من طلعت القبولات بعد بعد السادس إعدادي. أي. أنا اختاريتها برغبتي. نعم. أي. وحتى الاختصاص اللي بي أني يعني الآفات. نعم. الزراعية هاي يراد لها علمية ويراد لها خلق ويراد لها بس فتشي كلش جميل. واجهتك مصاعب هذا المجال؟ يعني أنا أعتبره مجال مو سهل كاختصاص دقيق، يعني أنا مو بس إشراف. يعني عملت وقتها أكثر من 10 سنين كمسؤول وحدة وقاية، لكن مو بس إشراف، أخذت على عاتقي البحوث الزراعية. زين. أي عملت بيها وشون ننتج مواد، شون نصنعها في مجال الزراعة. أنا أعرف اللي يدخل أي مجال يعني يطلع على كل الأمور وعلى كل خفايا وعلى كل جوانبه. جربتي يوم تزرعين شتلة تعرفين مثلا عمر هذه النخلة؟ يعني عندك هذه الجوانب المعرفية طبعاً بالزراعة؟ أكيد. أي. أكيد. يعني من جانب البستني يعني فوقت يعني من جانب الأكاديمي كدراسة. نعم. أخذنا على عاتقنا، لكن بالحقل أيضا مارسنا هذا العمل. شنو الجوانب اللي تفاجأتي بيها يعني من كنت طالبة وبعدها تخصصتي هذا الاختصاص، الجوانب اللي تفاجأتي بيها بهذه الأجواء؟ يعني أنا كنت بالمجال الدراسة بالبداية ما كنا عايشين هاي الأجواء. نعم. لكن بتقدم المراحل الدراسية بالكلية وقمنا نطلع ميداني حسينا فد متعة، وإنه إحنا نريد إيش قد نتعلم، وبعدها بالدراسات العليا أيضا. لكن من أكثر لقيت نفسي إنه أقدر أبدع وأقدم من مارستها كوظيفة، يعني كمهنة. نعم. أي كمهندس زراعي واشتغلنا ميداني. أنا اليوم عندي تقريبا 21 سنة خدمة وظيفية ما شاء الله هذا المجال، لكن ما اندخرنا جهد. احنا نعرف اليوم